القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية قرار حاسم في ملف وحدتنا الترابية، وفي نفس الوقت يشكل وعدا منقطع النظير المقترح المغربي الخاص بمنح حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية. أما بخصوص فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، يشكل تطبيقا للقرار الأمريكي على أرض الواقع، وفي نفس الوقت دعما للمغرب ضد خصومه المناوئين للوحدة الترابية. بالنسبة للقرار الأمريكي، يعتبر قرار دولة ومؤسسات وليس قرار شخص، وبالتالي فعلى الرئيس المنتخب احترام قرار الدولة الأمريكية. أما إذا تراجع الرئيس المنتخب الجديد عن قرار الأمريكي، فهذا سيؤدي إلى عدم مصداقية القرارات الأمريكية على المستوى الدولي. بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية لملف الصحراء في ظل المستجدات الحالية، فهو مرتبط بالأساس في بتعجيل المغرب بتنفيذ قرار الحكم الذاتي وتطبيقه من جانب واحد، لأن المغرب لم يعد يحتاج إلى حل متفاوض عليه ومتفق عليه، لأن الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الملكية الحكيمة هذا هو النجاح الكبير لملف الصحراء.